وللمزيد تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، إذن ما هي أصداء تصريحات المشيشي على الشارع التونسي؟ صباح الخير شروق. في البداية يبدو أن هذه الاحتجاجات بدأت تأخذ منحى آخر مع خروجها في وضح النهار، يعني يوم أمس في عشية الأمس تحديدا خرجت مسيرة بالمئات إلى شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة يعني إطلاق سراح الموقوفين في المواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين، بمشاركة حتى من بعض القيادات السياسية في أحزاب المعارضة وخاصة من الجبهة الشعبية وبعض مكونات المجتمع المدني. هذا من جهة. خرج أيضا رئيس الحكومة هشام المشيشي بخطاب في الحقيقة أثار ردود فعل متباينة سياسيا وشعبيا. المشيشي قال إنه يتفهم مطالب الشارع التونسي وهذه الحالة من اليأس يعني والاستياء الموجودة اليوم في صفوف الشباب في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. قال إن الاحتجاجات هي حق يعني يكفله الدستور، لكن يجب عدم السماح لأي فوضوي أو يعني مجموعات تخريبية بأن تقوم بعمليات نهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي تخرج بهذه الاحتجاجات إلى مسار فوضوي قد يعيد يعني تونس إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار. نعم. يبدو أن هذا الخطاب شروق تفاعلت معه الطبقة السياسية بردود فعل متباينة. مثلا هناك من يعتبر أن هذا الخطاب يعني كان يعني فضفاضا، لم يقدم حلول مثلا لمطالب الشارع، لم يتحدث عن ربما إمكانيات الحكومة في الفترة المقبلة، الحلول التي ستتخذها، ربما يعني مبادرة حوار اقتصادي أو ما شابه. هذا من جهة. من جهة أخرى يبدو أن عدة أحزاب بدأت فعليا بالحديث عن أهمية هذه الاحتجاجات. مثلا ليلة أمس حركة الشعب الممثلة في البرلمان بعدد هام من المقاعد تحدثت عن ضرورة أن تشارك كل القوى الوطنية في هذه الاحتجاجات، ويجب أن تؤطر هذه الاحتجاجات بشكل سلمي وقانوني بعيدا عن الفوضى وعن عمليات النهب والخلع والتكسير التي يعني استغلها بعض المخربين كما وصفتهم في بعض المناطق، يعني لربما الخروج بهذه الاحتجاجات الشرعية عن مسارها الطبيعي. نعم شروق. نعم نجلاء، إذن كيف الوضع الآن بعد الاشتباكات في الشارع التونسي؟ ليلة أمس أيضا لم تكن مختلفة كثيرا، بعض المناطق أيضا شهدت حالة من الاحتجاجات والمواجهات والكر والفر بين المحتجين ورجال الشرطة، خاصة ونحن نتحدث عن العاصمة التونسية التي يوجد فيها أربع محافظات كبرى. حي التضامن أيضا هو أكبر الأحياء السكانية، كنا قد تحدثنا عليه يعني كثيرا. هذا الحي السكاني عاش على يعني وقع أحداث من الكر والفر والمواجهات. قوات الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، لكن كحصيلة يبدو أنه لم يقع أي عمليات تخريب كبرى بحسب طبعا ما تقوله المصادر الأمنية، فيما تم إيقاف نحو 700 شخص أغلبهم من القُصّر والذين قاموا بعمليات فوضى وتخريب على مدى الأيام الماضية. وفقط نشير يعني شروق أنه هذا اليوم متوقع أيضا أن تكون هناك مسيرة احتجاجية عشية اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الذي جعل الداخلية تسارع بوضع الحواجز الحديدية والدوريات الأمنية لمنع المحتجين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، وهو شارع الثورة كما يسمى. نعم. نعم نجلاء بوخريس من العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك مراسلة الغد.